لا هو الزمالك بقى محضر والزمالك ما بيتأثرش بغيابات، وان شاء الله نكسب، ان شاء الله نكسب واحنا بندعمهم والجمهور كله في ظهره، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله الزمالك يكسب. ان شاء الله باذن الله الزمالك يكسب، وان شاء الله باذن الله يحقق كاس مصر باذن الله، وان شاء الله يصعد النهائي باذن الله. طبعا الزمالك فريق كبير وان شاء الله نحقق الثلاثة بونت، والزمالك بما حضر وما بيتأثرش بأي غيابات، وان شاء الله نفوز 2-0 وهناخد الثلاثة بونت ان شاء الله. بإذن الله هنعدي ربع النهائي ومش نتأثر بغيابات، وبإذن الله هنكسب الكاس مصر بإذن الله. بتمنى الكاس ان شاء الله لنادي الزمالك، وان شاء الله دورك في عقبة كاش يا زمالك ان شاء الله.